في العلاج احيانا بيخليهم يروحوا ورا الوهم. كتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر اسمها قياس الضغط. دي مشكلة ضخمة جدا. واحد زعلان مع مراته، اتخانق مع مديره، مروح راكب اتوبيسه، يعني الاتوبيس لوحده ده يرفع ضغط بلد، وحس بشوية صداع، حس بشوية دوخة، قال لك اما اطمن على نفسي قيس الضغط، ينزل يقيس ضغطه في صيدلية. ما تفهمش بقى، هو بيستسهل، بيستهبل، بيسترخص، يعني بيعمل انا مش عارف. يدخل اللي يقيس له الضغط اولا مش دكتور، او حتى لو الدكتور صيدلي ما هو مش عارف يقيس الضغط كويس. الدكتور الصيدلي فاهم في الدواء لكن مش فاهم يعني ايه ضغط، بجهاز ضغط مش مؤهل انه يقيس الضغط، بسماعه ملهاش علاقه بالسماعات خالص في العالم. محدش يقول ان سماعه ب 30 جنيه في العالم دلوقتي اسمها سماعه، دي مش سماعه يا باشا، دي حاجه لعبه، دي الاطفال يلعبوا بيها. السماعه الحقيقيه اغلى من كده بكتير. قياس الضغط له شروط، لازم تبقى انت رايق، لازم تبقى انت رايق جسمانيا وعقليا. ما ينفعش اجيبك في نص خناقه اقيس لك الضغط واقول لك انت عندك ضغط عالي او حد طبيعي. على فكره ده خلى الناس كلها في مصر تفهم انه قياس الضغط في الصيدليه مصيره حاجه من اتنين، لا اما بضيع فلوس بصرف فلوس في الاونطه، او بسمع جمله مهمه جدا، يا باشا انت ضغطك كويس يبقى انت ضغطك عالي او واطي، او كويس بس سمعت كلمه مش صح، سمعت كلمه بتتقال لكل الناس زي ما بعض، انت ضغطك طبيعي. ممكن جدا ما يكونش طبيعي. نصيحه، ما تقيسش الضغط إلا عند دكتور. في فرق بين التجربة الناجحة وبين المحاولة اللي مش مبنية على أساس علم. هو إيه اللي بيسبب القلق للعيان؟ اللي أثر في النزول في الوزن هو البيهيفير. هو فت إنه يعمل عملية أو ما يعملش عملية. وبيعملوا العمليات وبيعيشوا حياتهم من سن الستين. الالتزام بتعليمات العملية على مدار 12 شهر الأولانيين. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. أهلا بكم. النهاردة يوم مش عادي، يوم اكستراوردينري، لان النهارده احنا لاول مره بنجتمع سويا مع ابطال، مع متحدي هرم كبير جدا، او متحدي جدار كبير جدا وضخم جدا، اكبر في رايي من سور الصين العظيم، وهو جدار السمنه، وهو تحدي السمنه، السمنه المفرطه. النهارده تجمع ل عدد مهم جدا ومنتقى جدا من المرضى اللي ما بقوش مرضى، اللي كانوا بيعانوا وكان قدامهم الحياه فيها صعوبات كتيره جدا، النهارده ما بقوش كده خالص، بقت الحياه قدامهم فيها امال وطموحات ومولد جديد، حياه جديده. النهارده معانا مجموعه مهمه جدا من التجارب الانسانيه، مجموعة مهمة جدا من الحكايات الجميلة، الحكايات اللي فيها الكثير من التفاؤل وفيها الكثير من الصبر وفيها الكثير من الإصرار. الحقيقة النهاردة ضيفي هو بطل هذه القصص كلها، موجود في كل هذه القصص، صحيح في أبطال معاه لكن هو له دور كبير جدا في إنجاح هذه القصص. ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة في عالم جراحات السمنة هو الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم. أهلا بك يا دكتور وليد. أهلا دكتور أيه، ومنورنا. والحقيقة الناس الحلوة محلوة النهاردة نتيجة مش وجودك بس،
وجود ضيوفك الأعزاء اللي أنا عايز أرحب بيهم النهاردة، كلهم نجوم مهمين جدا في الحياة. دول نجوم، نجوم يستحقون أن يشرفون. فاسمحوا لي أن أنا يعني أحيي هؤلاء النجوم، أنا والدكتور وليد بنفسي. أهلا بيكم في الناس الحلوة. أهلا دكتور وليد. هذه القصص أنا عايز أسمع منك في الأول قبل ما نتجول مع هذه الوشوش الجميلة وهذه القلوب الصافية المتحدية المصابرة الصابرة القوية اللي ليها قصة، كل واحد فيهم له قصة مهمة جدا جدا، وده جزء مهم من العيلة الكبيرة. العيلة أكبر من كده بكتير، بس الاستوديو ما سعش العيلة كلها، لكن معظمهم موجود بره، ناس كتير منهم موجودة بره، وعلى مدار حلقات هنسمع آراء كتير. أنا عايزك الأول تقولي إحساسك إيه وانت بتقعد معاهم كلهم بعد هذه الإنجاز الكبيرة جدا. النهاردة عيد ميلاد. النهاردة يوم عيد ميلاد. هنقول عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد الناس اللي موجودة دي، وعيد ميلادي أنا كجراح. قدرنا من 3 سنين نتكلم على حاجة في الخيال، في خلال 2 لـ3 سنين بقى أمر واقع. النهاردة عيد ميلاد الناس دي، الناس اللي موجودة اللي تقريباً قعدوا 8 ساعات عشان يجوا ويصوروا، اللي جم بدون أي مقابل، اللي جم لأن حسوا إن حياتهم اتغيرت، اللي جم لأن كان عندهم أمراض وفكروا لمجرد فكرة خيالية إنها ممكن تروح لمجرد عملية، اللي جم لأن هم فكروا إن كان وزنهم كبير ومش قادرين يتحركوا وفكروا فكرة خيالية ليها تسويق في السوق على مجال الميديا كلها، هم مش عارفين ده كلام مظبوط أو مش مظبوط. أنا متشكر جدا إن أنتوا جيتوا، وعارف إن كل واحد فيكم نفسه يحكي قصته. يمكن ناس قبل كده صورت معانا أنا ودكتور أيمن، وكان كل واحد بيجي لأنه حابب إن هو يصور. النهاردة لما اتفقنا إن إحنا نعمل حلقة أنا ودكتور أيمن رشوان، كان هدفنا إن إحنا نعمل حاجة جديدة ما حصلتش على مستوى الوطن العربي، إن يكون في تجمع من المرضى اللي عملوا العمليات وحس إنها غيرت حياتهم فعايزين يعبروا عنها. بس كان أكتر من كده، إن المجموعة دي تبقى هي النواة لجروب هم بيحبوا بعض وبيتعرفوا على بعض، وهم اجتمعوا قبل كده في كذا لقاء وعملوا عملنا كذا ميتنج. كان هدف القصة دي كلها إن الناس دي تنقل للي عايز يعرف الحقيقة، لأن الـ 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 الآراء مختلفة، وفي دكاترة كتير بتتكلم، وفي نتائج مختلفة ما بين أطباء وأطباء. أنا من قناعاتي إن أحسن واحد ينقل الخبرات خاصة في العمليات الجراحية هو المريض نفسه. خلي بالكم النهاردة يا جماعة، وإحنا بنجتمع النهاردة وبنتقابل كلنا مع بعض، بيتفرج علينا مرضى ست. عايز كده وإحنا النهاردة في القعدة كده نتخيل بس المعنى ده. مرضى سمنة مفرطة زينا أو زيكم يعني أيام العصر القديم، ناس من اللي هم دلوقتي هم بيتفرجوا بياخدوا نفسهم بصعوبة، وممكن هو بيتفرج عليكم دلوقتي يبقى ما بين حاجتين، هما الناس دي بجد يعني الناس دي كانت وبقت، ولا الناس دي هي كده من الأول؟ ومعقول إبراهيم كان وبقى؟ معقولة ياسمين كانت وبقت؟ يعني برضو الناس قاعدة والله العظيم بتفكر كده دلوقتي. طيب فإحنا بنحكي أو إحنا بنتكلم، إحنا جايين النهاردة عشان دول، مش جايين عشان نفسينا. خلينا بس إيه نعدي مرحلة نفسينا، لأنه معظمنا اتكلمنا عن نفسينا قبل كده. إحنا هنحط النهاردة الحلقة عنوانها حوارنا للناس الغلابة دول. لسه أنا بحكي لكم، كنت بحكي للدكتور وليد إمبارح وأنا بتعشى، واحد من أصدقائي اللي أنا بشوفهم على من وقت للتاني، هو متجاوز 200 كيلو. أنا جايبكم النهاردة عشان الراجل ده. تقوم تقول لي هو ده بس؟ يا ستي لو طلعنا النهاردة، لا يا عمي لو طلعنا النهاردة بالمكسب ده نفهمه إن السمنة المفرطة ده مرض، وفي ناس مش فاهمة إنها مرض، ونفهمه إن ليها حل، ما هو في ناس فاكرة إن ملهاش حل، ونفهمه إحنا بقينا عاملين إزاي دلوقتي، ما هو في ناس فاكراكوا مش زي ما أنتوا خالص، ده فاكرين وضع تاني خالص. فاسمحوا لي إن إحنا نمشي في رحلة كده فأقول لكم كلكم، بس برضو
يعني انا مبسوط جدا ان انتوا كلكم معانا النهارده، وعايز ابدا نبدا بابراهيم. ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا دكتور، منور الدنيا كلها. الله يخليك، انت منورني ووحشنا. وابراهيم واحد من اكثر الناس اللي الكاريزما، بحكم ان انت فنان برضه ابراهيم، ممثل وممثل قدير وراجل ممثل حقيقي يعني. احكي لي بقى دلوقتي ابراهيم، انا شفتك، انا ذهلت، كان بقالي كتير ما شفتكش برضه كام شهر، ذهلت دلوقتي لدرجه ان كان يعني مدير القناه كان معدي، فانا قلت تعال اتفرج. اتغير من ابراهيم يا خبر ابيض، بيتحول بيتحول. احكي لي بقى التحول دلوقتي وصلنا لايه. هو انا تعقبي على كلامك يا دكتور، انا عايز اقول حاجه. كنا في كابوس وفجاه حد خبط عليك، فصحيت من الحلم، لقيت نفسك خلاص ما انتش في الكابوس ده، بتعيش الحياه بقى من اول وجديد. احنا كنا في كابوس، كابوس صعب جدا اسمه السمنه المفرطه. لا انت قادر تتحرك، لا انت قادر تتنفس، لا انت قادر تعمل اي حاجه في الدنيا غير ان انت مستسلم للعد التنازلي لنهايه الحياه. يا لهوي، اه العد التنازلي لنهايه الحياه، هتعمل ايه؟ انا قلت لحضرتك قبل كده ان انت محبوس جوه نفسك. المحبوس عارف هيخرج امتى، انما انت مش عارف هتخرج امتى. ففي الخيال انت نفسك تمشي ونفسك تروح ونفسك تيجي ونفسك تمارس الحياه الطبيعيه كلها وما انتش قادر تعملها، فبتعيشها في خيالك. طب ده معناه ايه؟ معناه انتظار الموت، انت ماشي في طريق انتظار الموت. لا الحته دي مهمه يا ابراهيم جدا، حته قاسيه قوي، حته انتظار الموت دي. ومفيش يعني برضو يعني خلينا بس واقعيين، هي بتبقى قاسيه على عندهم مرض عضال، مرض عنيف، وبيبقوا عارفين وهو الى اخره، وبيبقى منتظر. ولو هو يعني فشل العلاج، والحمد لله دلوقتي التقدم في علاجات مثلا الامراض العضال بشكل كبير، لكن انت بتحكي على مرض ملوش يعني زي ما بيقولوا ملوش كاركتر، عامل زي مليون الف شبح كده بيحاربوك، صح؟ مظبوط. اصعبهم المرض النفسي. المرض النفسي. النهارده انا بني ادم تاني، اما ببص لنفسي في المرايه بني ادم تاني للاحسن مش للاوحش. هرجع لك بقى في قصص تانيه. علياء، عايز اسالك علياء، قرار العمليه ده دايما اللي عندهم سمنه مفرطه عندهم تخوف من ان انا هعمل عمليه ولا ما اعملش، ولا قرار العمليه ما كانش بالنسبه لك هو الصعب؟ قولي لي ايه الصعب بالنسبه لك؟ قرار العمليه، تخوفاتك من بعد العمليه، ايه الصعب بالنسبه لعلياء؟ انا ما كنتش خايفه خالص من العمليه، انا كنت مصممه ان انا اعملها علشان اعيش احسن، البس اللي انا عاوزاه، ما يدونيش سن اكبر من سني. وبالعكس بعد ما عملت العمليه صغرت في السن، بقيت احسن. طبعا. انت كنت كام سنه؟ كنت كام وزني عليه؟ 105. 105؟ من الناس اللي مش زياده قوي. لا لا، بس قررت ان انت تعملي. لا عملي. قررت والحمد لله ربنا كرمني الدكتور وليد. عملت تكميم؟ ودلوقتي اللبس متاح؟ لا انا بلبس هدوم بنتي دلوقتي. كان في فرق بين تعاملك مع فين بنتك هنا ورا؟ مريم بنتي. مريم جميلة والهاديه دي. ازيك يا مريم؟ في فرق بين مدام علياء ومريم قبل ومدام علياء كعلاقه ام ببنتها بعد؟ اكيد اكيد طبعا، كتير يعني، بقيت قريبه ليهم اكتر، بقيت اخرج معاهم، اروح اجي. ما كان لبسي الاول ست الحاجه راحه، ست الحاجه جايه. انت يعني انت مدام صغيره زي ما بيسموه يانج مام؟ لا، من لبس كان كله عبايات، ما اقدرش البس مثلا. يقولوا لك يا حاجه؟ بتضايقك كانت الكلمه؟ لا ما مش بتضايقني، بس بتدي سن اكبر من السن. هو يا حاجه بتتقال لاي حد راح يحج، الواحد بيفرح كده. بالظبط، سواء راجل او ست. لكن لما تتقال لبنوته او ست صغيره في السن تعبيرا عنها ست كبيره، ده بيضايقها. هو دايما الوزن الزياده بيدي، قلنا قبل كده القصه دي، الناس كلها بتبقى شبه بعضها بعد وزن معين اللي هم الاوزان الكبيره. لما بيبدا يحصل نزول في الوزن بيبدا يحصل نحت للهيكل بتاع الوش، بتبدا الملامح الحقيقيه تبان، وبيبدا السن فعلا يصغر. يعني احنا لما بنقول بنعمل تكميم او بنعمل تحويل، العمليه بتصغر من ناحيه الشكل وبتصغر من ناحيه الصحه. بس ولا احكي لي بقى يعني، ولا ليه انا عندي انطباع ان انت كنت خوافه قبل العمليه؟
انا خالص. ما كنتيش خايفه؟ لا أبدا. كلنا اصبحنا نرتدي ثوب الشجاعه قبل العمليه. انا اي عمليه بخش فيها يعني اي مرض بالنسبه لي حلوا العمليه، مش عارفه ليه. ايه اللي كان حاصل؟ انت كنت كام وزنك قبل العمليه؟ 140. ودلوقتي؟ 95. كويس قوي، انت ماشيه في الطريق. اه بقالك قد ايه عامله العمليه؟ 8 شهور. كويس، حلو قوي، معدل ممتاز. وان شاء الله على الاربع شهور الجايين هيبقى النزول اسرع. يا رب ان شاء الله. يعني. قولي لي بقى، انت كنت بتعاني من ايه قبل وبعد؟ ولاء قبل ولاء بعد؟ ولاء قبل واحده مدفونه بالحياه. ايه التعبير القوي ده؟ يعني ابراهيم قال نفس التعبير، واحد مسجون جوه نفسه ومش عارف مستني العد التنازلي، وانت واحده مدفونه بالحياه. بالحياه. اه قاسيه. من سن تقريبا 19 20 سنه، يعني بعد ما اتجوزت بسنه او حاجه. ولاء انت كمان كنت عندك بوادر امراض. في ناس منكم كتير كان عندها اللي هو ايه، يعني نحن في سنه اولى سكر، في سنه اولى ضغط، شكلنا قريبين من السكر، صح؟ اه ربي يعافي والدي ووالدتي، احنا عندنا سكر في العيله كلها. اه وراثي في العيله. اه انت بوتنشال دايابيتك. اه فاحنا طبعا متاهله. غير كده ان انا كنت كل ما امر بازمه او يحصل اي حاجه او حتى من غير اي حاجه خالص الاقي ساعات ضغطي يعلى، اتعب، غير موضوع الحاله النفسيه ده على جنب خالص. طب انا هروح لنسرين. نسرين في تعبير، يعني نسرين مهم قوي، ان انت كنتي ما بتخرجيش من البيت خالص. اه ده بقى السجن اللي قال عليه ابراهيم. وكان شغل البيت عندك يعني من المستحيلات السبع، صح؟ طيب قولي لي يا نسرين، ايه حكايه ما تخرجيش من البيت ده؟ انا ما كنتش بخرج من البيت اساسا، يعني انا علشان اخرج كنت بفضل واقفه، طبعا كل لبسي كان عبايات، وحتى في لبس العبايات برضو طبعا ديفوهات والحاجات دي كلها. وكانت دايما انا اختي معايا في البيت كانت دايما تقول لي، بصي الاول كنت بقعد اقول لك نسرين انت كده بقيتي صعبه. طبعا انا بزيد في الوزن لحد ما وبعد كده ابتدت تقولي ابتديتي تصعبي عليا، انت الناس كده هيشوفوكي في الشارع ويقولوا يا عيني. اللي انا النهارده ملاحظه في هذه الجلسه الجميله، هذا الاجتماع الرائع، انه كلكم بتتكلموا بطلاقه وببلاغه وبحس رائع جدا. ده الجزء الاول، انتظروا الجزء الثاني والثالث وربما الرابع وغيره من هذه الجلسه الهامه علميا جدا، واللي انا والدكتور وليد بنتعلم فيها منكم. فانا بشكركم شكرا جزيلا ان انتم بتعلمونا. دكتور وليد بتنورنا. شكرا. انتم بتنوروني او انا اللي بنوركم؟ معرفش، اكيد احنا بننور بعض، اكيد بننور بعض كلنا. وبتعلم منكم النهارده لان انا فعلا ناوي اتعلم منكم في هذه الحلقات الكثير والكثير، واعتقد انه زملائنا هيتعلموا منكم كمان النهارده. واعتقد انه هذا الحوار موجه للاطباء كما هو كمان موجه لمرضى السن. طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم وضيوف الاعزاء في اللقاء القادم اعتقد سيكون اكثر اثاره، وماذا سيكون بعد هذه التعبيرات من اثاره. خليكم دايما مع نسرة. البروتوكول منخفض التكاليف الهدف منه صالح المريضه وليس ان انا اذي بيه المريضه. في حاجه يبقى الورم اللي فيه باين وظاهر وحجمه 2 سم يقول لك لا انا هحمل بيه. ازاي؟